السلام عليكم شباب وحياكم الله في حلقه جديده في ويديو. عاد اليوم انا جاي اعرفكم على مطعم اسمه سماش برجر. هو اوكي هو عالمي المطعم، ولكن هذا الفرع الاول لهم في البحرين. خلونا نشوف سماش برجر. نظامهم هنا ان انت اول ما تدخل اول شيء لازم تسويه ان انت تتوجه للكاونتر. هاي هاو ار يو فاطمه؟ هلو ثانك يو. تعطيك المنيو، يا تختار من المنيو واللي اشوى فيه صور او تقدر تختار من الشاشات. طبعا انا جاي هنا بجرب كل شيء عندهم فهم اللي بيضبطوني. بعد ما تطلب بتعطيك رقم تتوجه الطاوله. البرجر عندهم يكون مدور، يحطونه على الشواية ويجيبون هذه القطعة ويهرسون البرجر. هذه الطريقة هم يسمونها سماشينج، عشان كذي اسم المكان سماش برجر. خبروني إن بهالطريقة البرجر يحافظ على السوائل اللي فيه فيطلع أحلى وبجودة أعلى. برجر عالمي، في اكثر من 300 فرع حول العالم، وشغله عجبتني فيهم ان كل ما يكونون في ديره او منطقه معينه عندهم وجبه خاصه بهذه الديره. يعني مثلا عندنا بحرين برجر بس حق البحرين، ما تلقاها في ولا سماش حول العالم. لوس انجلوس ال اي برجر يكون كذي. صدق ان الاسم سماش برجر، لكن هني يقولون لي احنا مو بس مكان برجر، احنا عندنا سلطات، عندنا اشياء غير البرجر ونبي الناس تجربها. وقالوا لي ان هي وايد قويه، فانا بجربها بعرف هل صدق قويه ولا نجرب البرجر افضل. زين الحين صار وقت ان احنا ناكل. طيب الحين وصل الاكل كله. اول شيء بتكتبون الحين لا تكتبون نطروا، لان في ناس ورا الكاميرا بيجربون معي، ما راح اجرب هذا كله بروحي وان شاء الله ما بينقط شيء. الشغلات اللي عندنا هنا تنوع بين ابيتايزر، شغلات كذي خفايف على جنب، وعندنا المين ثينجز اللي هم البرجرز، عندنا السجق وعندنا السلطه. السلطه هذه ما ظلت شيء بالمطبخ ما قطوها داخل، يعني من بيض دياي وايد عفسه وايد اشياء، وانا احب الاغلاقه تدرون. بالنسبه للدرينكس هذه فيها الروت بير، طبعا نان الكهوليك، ما عندهم شغله فيها كحول هني. فيها ايس كريم، هاي اول مره بجرب شغله كذي. وعندنا هني اللوتس ميلك شيك، خل اخذ منه الشفطه عشان ما حد ياخذه من وراي. طيب خلصنا الحين الاكل. صراحه استمتعنا وايد بالاكل انا وكل اللي جربنا. بالنسبه لي انا الكلاسيك اميزنج، انصحكم فيه. والدي اي ايضا كان حلو. البحريني برجر سبايسي، بس احس الكلاسيك كان وايد اقوى بالنسبه لي انا. غير كذي البيكلز انا لو اشوفه على المنيو ما يمكن ما راح اطلبه، لكن صراحه كان وايد لذيذ، كان شيء غريب، طعمه غريب حلو. غير كذي ايضا حبيت التشيلي تشيز فرايز، وايد كان فان صراحه، بس كنت اتمنى لو في اكثر هالابينو عليه. اما الحين وصلنا الى هذا البارت، بارت الحلو، فخلوني احلي مع هالحلو. يلا عشان ما تقولوا اني انا ما ضبطكم ما حطيت لكم الاسم والسعر، كان الاسم فوق والسعر يمه. اتمنى ان الشغله اللي تعجبكم طقوا عليها كابتشر لما تروحون هناك، راوهم قولوا لهم نبي هذا الطلب. وغير كذي هم انا حاب اني انصحكم تجربون السلطه اللي انا جربتها الاول نايتر، صراحه كانت جدا رهيبه ووايد حبيتها، فجربوا ايضا سلطاتهم. وبكذي شباب وصلنا ختام حلقتنا، اتمنى ان الحلقه عجبتكم. لا تنسوا تتابعونا على سناب شات، انستغرام، وتويتر، كل مكان تلقوني بنفس الاسم. اذا جيتوا زرتوا سماش برجر اكتب لي تحت رايك بالتفصيل، وانطركم تكتبون لي بعد وين تبون تشوفون المره الجايه. نشوفكم على خير في حلقه جديده في مكان جديد. مع السلامه.